واعتقد انه لاعبتنا الحقيقه قماشتهم تسمح لمعظم اللعيبه اللي شفناها في بتشارك في البطوله انها تحترف بره. خد بالك في لعيبه كويسه. عندنا بالمناسبه 4 لعيبه تم اختيارهم في التشكيل الامثل او التشكيل الافضل للبطوله. عندنا حمزه علاء في حراسه المرمى، عندنا حسام عبد المجيد في خط الدفاع، عندنا ابراهيم عادل في نص الملعب، وعندنا اسامه فيصل في خط الهجوم. 4 من أصل 11 في التشكيل الافضل، يعني تقدر تقول ان منتخب مصر سيطر على التشكيل المثالي لبطوله افريقيا. ابراهيم عادل خد افضل لاعب في اول 3 مباريات او في دور المجموعات، فاز بلقب افضل لاعب في البطوله. حمزه علاء نجم المستقبل في حراسه المرمى لمنتخب مصر ان شاء الله، افضل حارس مرمى. والحقيقه انه حمزه يمكن يكون الى حد ما حاسس يعني انا عارف انه طبعا الجائزه مهمه جدا وتتويج لمشواره في البطوله، لكن يمكن يكون زياده شويه عن زملائه في احساسه بعدم قدره المنتخب على التتويج، لكن ده ما يقللش ابدا من امكانياته، ما يقللش ابدا من واحد من الحراس الرائعين، ما يقللش ابدا 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 من المستوى الرائع اللي ظهر بيه، وكان واحد من اهم اسباب تاهل مصر للمباراه النهائيه ووصول المنتخب الوطني لاولمبياد. الولاد دول محليين، الرجاله دي ما لعبتش على مستويات كبيره، اقصى احتكاكات ليهم بما فيهم لعيب زي ما بنتكلم على حمزه علاء او حتى اسامه فيصل او حتى ابراهيم عادل او حتى حسام عبد المجيد وغيرهم، احمد عيد ولد صابر، محمود صابر قماشه عالميه، شحاته عالمي، وغيرهم وغير محمد اشرف. يعني انا مش عايز انسى حد الحقيقه عشان ما لان كلهم يستحقوا العمل الجماعي، الشغل اللي عمله مستر روجيرو ميكالي حقيقة لازم كل ده يكون محل إشادة. لكن في النهاية احتكاكات الولاد دول ما كانتش على المستوى، معظمهم أو أغلبهم ما هواش بيلعب بشكل أساسي في فرقهم. أهم أو أقوى احتكاكات خضوها هي مباريات الدوري المصري، ومنهم ممكن اللي يكون جات له الفرصة أنه يلعب ماتش ولا 2 على مستوى الأندية في بطولات أفريقية،